سي آي مساء الخير، هذه أبرز العناوين. المعارضة والموالاة تتضامنان مع هيئة التنسيق، نعم لسلسلة الرتب والرواتب. سليمان، الانتخابات ستجرى بنسبة 95% لكن ليس بقانون الستين. سوريا، مخطوفو الأمم المتحدة يظهرون في شريط فيديو. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بسام أبو زيد وجوزيان رحمي. مساء الخير. فيما كان الأساتذة وموظفو القطاع العام يهتفون في الشارع ضد الهيئات الاقتصادية، كان الوزير السابق عدنان القصار يجدد من قصر بعبدة رفض الهيئات لسلسلة الرتب والرواتب. هذا المشهد الذي يمكن وصفه بالكلاسيكي، حيث يدافع كل قطاع عن مصالحه، تحول مشهدا كوميديا في مهرجان قصر اليونسكو الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية لإحياء عيد المعلم. فقد تقاطرت كل القوى السياسية في الموالاة والمعارضة وما بينهما لتعلن تأييدها لسلسلة الرتب والرواتب، فما هو صنف الحكومة التي يترأسها نجيب ميقاتي؟ أليست حكومة مكونة من القوى السياسية التي تدافعت إلى قصر اليونسكو اليوم؟ وما هو صنف المعارضة؟ فإذا كانت معارضة فعلية هدفها إسقاط الحكومة، أليس الأجدى بها الضغط لإقرار السلسلة بدلا من نصب الخيم هنا وهناك؟ ربما كانت هذه الأسئلة بلا جدوى، فالأولوية ليست للمنطق في المسارح الكوميدية.